صباح الخير، حياك على أغلى قطعة بناها البشر، محطة الفضاء الدولية. طيب دقيقة، كيف قلنا أن صباح الخير؟ المحطة تدور بسرعة 27,000 كيلومتر في الساعة، وهذا يعني أن الرواد هناك يشوفوا 16 شروق و16 غروب للشمس كل 24 ساعة، فكيف قلنا أن هذا الصباح؟ أوكي، الوقت على محطة الفضاء الدولية رسمياً يعتمد على التوقيت العالمي الموحد AKA UTC، واللي يبدأ يومه تقريباً كبداية يوم في بريطانيا تقريباً. التوقيت هذا رهيب لأنه يقع ما بين موسكو وهيوستن، المكانين اللي يشرف المهندسين فيهم على محطة الفضاء الدولية. طيب خلنا نقول أنك رائد فضاء توك قاعد ومبسوط. أول شيء طبعا لازم تفرش اسنانك زي اي انسان طبيعي، اخر شيء تبيه هو تسوس اسنان في مكان اقرب طبيب اسنان فيه هو 400 كيلومتر تحتك. عموما تفريش الاسنان ما يختلف مره في الفضاء، بس اللي تحتاج تسويه بعد ما تخلص هو انك تبلع المعجون، لان ما في مكان توديه بعدين. طيب اخذت لك ربع ساعه تحاول تستوعب فيها انك معزول عن كل البشر، وان اي قطعه بحجم جوال ممكن تعرض حياتك للخطر لو صقعت في المحطه. ممتاز، الحين وقت التمرين. وقت التمرين بياخذ من ساعة إلى ساعتين تقريبا. بس ليش أتمرن طيب؟ مو المفروض عندي أشياء أهم الحين أسويها؟ السبب لأنك لو ما تمرنت يا صاحبي، عظامك وعضلاتك مع الوقت راح تخسر قوتها. لا تنسى أنك في الفضاء الحين وما في جاذبية قاعد تحاول تسحبك. هو في جاذبية لكن انت قاعد تسقط بنفس السرعة، فتأثيرها عليك معدوم تقريبا. فيرحم والديك، لا تجيني في التعليقات علمني انك اذكى واحد في العالم. اذا رجعت بعدين الارض خاصة بعد فترة طويلة، فغالبا بتجيك مشاكل عويصة في العظام والعضلات، فخلص تمرينك بارك الله فيك. وقت الدوام عبارة عن اشياء مرة كثيرة، عندك تجارب على نباتات، حيوانات، بشر، مواد، تجارب على دمك، تجارب على نفسك، تجارب في البرد، تجارب في الحر، تجارب في تأثير الأمراض، تجارب عن انعدام الجاذبية، تجارب عن روبوتات، تجارب... قبل ما تروح محطة الفضاء الدولية بفترة راح تقعد يوم من الأيام وتجرب مئات الأصناف من الأكلات وتختار اللي يعجبك منهم بحسب اختياراتك. فناسا أو أيا كانت الوكالة المسؤولة عن إطلاقك راح تسوي أكثر من الأشياء اللي اخترتها. الأكل يتم تجهيزه عشان يحمل أكثر فائدة بأقل وزن، لأن سعر توصيل وزن تفاحة واحدة بس للمحطة راح ياخذ تقريبا مبلغ 10,000 دولار. علشان كذا أغلب الأكل يتم حرفيا شفط الموية منه، وبعدين لما يوصل المحطة يتم تسخينه ووضع موية فيه مرة ثانية. لا تنسى أن 90% تقريبا من المياه اللي على المحطة يتم إعادة استعمالها مرة ثانية. شحنات الأكل تصير كل عدة شهور، وتحمل تقريباً 240 كيلوغرام من الأكل، والباقي يكون أشياء ما منها فايدة زي المعدات والتجارب وكل شيء يخليك تبقى حي داخل المحطة. واحدة من الأشياء اللي انطلقت يوم من الأيام كانت بيتزا من بيتزا هات. ما أمزح، بيتزا هات دفعوا حوالي مليون دولار عشان ينحط شعارهم على صاروخ روسي كان رايح توصيل لمحطة الفضاء، وبرضو عشان يوصل بيتزا هناك. غير الأشياء الروتينية اللي ممكن تسويها على المحطة، في أحداث ممكن تصير ولازم تتعامل معاها برضو، مثل إن مركبة ثانية ممكن جاية للمحطة، فراح تقعد يومك كامل تقريبا تجهز كل شيء وتتأكد من سلامة الطاقمين. شيء ثاني ممكن تحتاج تسويه هو المشي في الفضاء. إيه شفت الأكشن اللي قاعد يصير في هالمقطع؟ هذا ممكن تحتاج تسويه لأسباب كثيرة، مثل إصلاح تلف صار خارج المحطة، أو تركيب قطعة جديدة، أو حتى تسوي تجارب برا. أيضا أحد الأشياء اللي تخوف في أنك تكون على هذه المركبة اللي قاعد تدور حول الأرض بسرعة 27,000 كيلومتر بالساعة هو المخلفات الفضائية. المخلفات الفضائية هي قطع صغيرة ممكن جات طبيعيا من أحجار صغيرة تطير في الفضاء، أو ممكن حتى مخلفات صواريخ ومركبات فضائية من صنع البشر. عموما ما يهم من وين جات، اللي يهم الحين ان في اي لحظة ممكن تصقع واحدة من هالقطع بالمحطة، واذا كانت بحجم يمكن جوالك او اكبر شوي فممكن تدمر المحطة تماما، لان سرعتها زائد سرعة المحطة راح تسوي مصيبة. خليني اقول لك السيناريو اللي بصير.
القاعد على الأرض أو حتى ممكن المحطة نفسها تكتشف أن في جسم ممكن يصطدم بالمحطة. يتم توقع خطر الجسم على حياة رواد الفضاء، إذا كان شيء بسيط فاليوم يكمل طبيعي لكن مع شوية حذر، أما إذا كان خطر فعلي على اللي في المحطة فلازم تترك أي شيء أنت تسويه وتروح بسرعة لمركبة سويوز اللي موجودة تحت المحطة. المركبة الصغيرة هذه باختصار هي خطة الهروب، لو صار شيء في المحطة على طول تنفك المركبة من المحطة وتنزل أنت ورواد الفضاء الباقين للأرض، أما لو عدت على خير فترجع وتكمل يومكم. الحمام أو دورة المياه ما تستحمل مياه أصلاً. بدون ما ندخل للتفاصيل اللي ما حد يبي يسمعها، الحمام في المحطة شكله تقريباً كأنه حمام طبيعي، لكن في اختلافات بسيطة، مثل أنه في أنبوب خاص للسوائل وبرضو المواد الصلبة يتم تخزينها في أكياس تعبأ داخل صندوق يتم تفريغه كل فترة. وإيه صح، سالفة التروش برضو، إذا تبي تتروش في الفضاء فما تقدر نوعا ما. التروش اللي أنت متعود عليه على الأرض مثل أنك تفتح الدش ما راح تمشي أموره هنا، الموية مرة مهمة، وبرضو لو بتتروش بهالطريقة راح تطاير السوائل في كل مكان. عشان كذا الطريقة الوحيدة اللي عندك هو أنك تستعمل منشفة مبللة وتنظف نفسك فيها. كان في على فكرة تقنيات قديمة للتروش شبه المحترم في الفضاء، لكن خلاص ما صارت تستعمل. مبروك عليك، عشت يوم على محطة الفضاء الدولية. الآن في نهاية اليوم تقدر تروح تتمشى وتنبسط شوي بعد الأكشن اللي صار. هذه بعض الاقتراحات من رواد فضاء سابقين. اقرأ لك كتاب، شاهد لك فيلم، ايه الأفلام وحتى أفلام حصرية تنعرض بالسينما بس موجودة. جرب حل سودوكو، رائد الفضاء كريس كاسدي حل وحدة لمدة 178 يوم اللي قضاها على المحطة. ناظر من الكوبولا، ايه هذا المكان المشهور اللي يطلع على الأرض. اتصل على أهلك وأصحابك وتطمن عليهم، أسحبه. إذا كنت مرة فاضي سوي مقطع موسيقي زي ما سوى كريس هادفيلد، ولا تنسى تصور لنا. وقت الفراغ مهم بالنسبة لرواد الفضاء. متخيل نفسك تعيش 6 أشهر بعيد عن كل البشر في محطة ما تدري إذا بيصيدها شيء الدقيقة الجاية، تحتاج فترة راحة شوي بعد كل اللي يصير. جاء وقت النوم، غالبا نومك راح يكون زي كذا مربوط عشان لا تطير وتصقع في كل شيء حولك. لو كنت محظوظ ممكن تكون عندك غرفة صغيرة. ارتاح يا صاحبي، اليوم كان طويل ومتعب. شنو صاير يا جماعة؟ في مخلفات فضاء جاية بالطريق. هولي شي.